السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا بكم في قناة بهيجة. قناة بهيجة للصحة والأسرة والجمال. رمضان على الأبواب، فرصة للتخلص من الأمراض. اليوم بفضل الله عدت لكم بنصائح وإرشادات جد مهمة لاستغلال هذا الشهر الكريم للتخلص من بعض الأمراض وعلاجها. فنبدأ على بركة الله، كيف نستغل شهر رمضان الكريم كفرصة لمعالجة كثيرا من الأمراض التي نعاني منها. بسم الله. الرسول صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. فكثير من الناس يتساءلون ما معنى جنة؟ جنة يعني وقاية، فالصوم هو وقاية من الأمراض، سواء كانت هذه الأمراض روحية أو أمراض جسدية. ففي هذا الشهر الكريم يحاول الإنسان أن يتخلص من هذه الأمراض، الأمراض الروحية، أمراض القلوب، يتخلص من الكذب، من النفاق، من الغش، من الحسد، من كل الأخلاق الغير إيجابية، الأخلاق السلبية، الأخلاق السيئة. يحاول أن يسمو بنفسه ويسمو بروحه ويتقرب إلى الله عز وجل عن طريق اتباع الأعمال الصالحة، عن طريق الصلاة، عن طريق الزكاة، عن طريق النوافل، عن طريق الصوم لله عز وجل. فهذا بالنسبة لتنقية الروح، فهذا بالنسبة لتغذية الروح، حيث أن الإنسان يسمو بروحه في هذا الشهر الكريم، يحاول أن يكون أقرب وأقرب وأقرب إلى الله، والله عز وجل يعطيه فرصة للمغفرة وللتوبة للإنسان لكي يتخلص من هذه الأمراض الروحية وينقي نفسه ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الصوم جنة، وقاية من جميع الأمراض. تحدثت عن الأمراض الروحية، والآن أتحدث عن الأمراض الجسدية. فكيف نستغل هذا الشهر الكريم، كيف نستغل رمضان الكريم لكي نحظى بصحة جيدة، لكي نشفي المعدة، لكي نشفي القولون، لكي نريح الكبد. كيف نستغل هذا الشهر العظيم فيكون فرصة للصحة في جميع المجالات؟ إليكم الجواب بإذن الله. لا بد إن شاء الله في هذا الشهر العظيم أن تكون عندنا العزيمة القوية لمحاولة استغلاله استغلال حسن، لأنه كما قلت فرصة إلهية، فرصة ربانية لم يعطيها الله عز وجل لكل الناس، بل خص بها الله عز وجل المسلمين، خص بها المسلمين لكي يستفيدوا من رحمات الله، يستفيدوا من خيرات الله، وكذلك فرصة للصحة. كيف فرصة للصحة؟ حينما يصوم الإنسان ترتاح المعدة، حينما يصوم الإنسان يرتاح القولون العصبي، حينما يصوم الإنسان ترتاح الكبد، يرتاح الجسم كله، فهذا فضل الصيام، فيعطي فرصة للجسد لينام ويرتاح حتى يبدأ نشطا من جديد عند الفطور، حتى ينشط ويصبح جديدا عند الفطور. فبإذن الله لما يصوم الإنسان يتخلص القولون العصبي من الشوائب التي تتراكم فيه، من التراكمات، من الشحوم، ذلك الكبد، يرتاح الكبد وينقى من السموم.
والآن بعدما يصوم الإنسان ويرتاح جسده وترتاح عملية الهضم والمعدة، القولون، الكبد، الكلي وما إلى غير ذلك، نتحدث الآن ماذا يجب أن تعطي للجسم بعد أن يرتاح، بعد أن ينقي نفسه من السموم طول اليوم. ما هي المأكولات التي من الأفضل للإنسان أن يفطر بها في هذا الشهر حتى يستفيد وحتى يحافظ على نقاء كبده، نقاء المعدة، نقاء القولون، وعدم رجوع هذه الأمراض؟ لا بد من منهج ونظام غذائي. أقول بفضل الله، من الأحسن حينما يفطر الإنسان أن يتناول كثير من المشروبات غير الغازية، المشروبات الصحية الطبيعية التي يستعملونها في البيت، مثل مشروب الجزر والبرتقال، مشروب الخيار، سوائل جد طبيعية، الماء. كذلك يفطر الإنسان على التمر، لا يفطر على الحلويات، الحلويات المعروفة كثيرا بالسكر الضار للإنسان. الجسم يحتاج إلى سكريات لأنه يكون قد فقدها طول اليوم، ولكن نأخذ هذه السكريات من المأكولات الطبيعية الجيدة الصحية، كما قلت الثمر، تفطر على التمر، هو سكر يعني طبيعي جد مفيد. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التمر كثيرا، وكان يفطر على التمر، وكان يحب الرطب، ما يعرف بالرطب. فالتمر يعطيك القوة، يعطيك النشاط، يعطيك السكريات التي تحتاجين إليها. فلا يستعمل الإنسان الحلويات التي تحتوي على السكر الضار بالجسد. كذلك شربات الخضر، شربات الخضر، ننتقل إلى المعجنات. ممكن أن ترافق فطورك بفطائر محشية، إذا كانت محشية مثلا بالدجاج أو بالكفتة أو بالقمرون أو أي شيء، أنصح أن يرافق هذا الحشو بعض الخضر، لأن هذا الخضر تساعد على عدم تراكم هذه اللحوم في القولون. لا بد أن من الأحسن أن ترافقي هذه اللحوم التي تضعينها في الفطائر مثلا ببعض الخضر، تضيف إليها بعض الخضر. كذلك العجينة، عجينة الفطائر، من الأفضل أن تستعمل الخميرة البلدية، يعني الخميرة ليست التي تباع، ولكن التي يمكن أن تستعمليها في البيت، سهل استعمالها. كيف تستعملين الخميرة؟ ممكن أن تستعمليها من الدقيق الكامل، تضيفي فقط بعض الأشياء الحلوة مثل الزبيب، وتخلطينها بماء دافئ، وتتركين هذه الخميرة، تغطيها وتضعيها في مكان غير مشمس، وتضعيها حتى الصباح أو مدة يومين أو أكثر من أو 3 أيام، وتحصلين على خميرة جد مفيدة، لها بكتيريا جد مفيدة للصحة. وإذا استعملت هذه الخميرة في الفطائر، في المعجنات، في أي شكل من الخبز، فإن شاء الله لن يضرك هذا الخبز مهما أكلتي منه بإذن الله. كذلك حينما نستعمل الخبز نتجنب الدقيق الأبيض، نستعمل فقط الدقيق الكامل، الكامل مفيد جدا للصحة. ممكن أن نستعمل الشعير، أشياء جد مفيدة لا تضر بالصحة. الآن إلى اللحوم. بالنسبة للحوم، من الأفضل أن نتناول كثيرا من الأسماك، كثير من الأسماك أفضل من اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء. وإذا أردتم أن تطبخوا اللحوم البيضاء واللحوم الحمراء لا بأس بذلك، ولكن استعملوها كثيرا مبخرة،
أو مشوية من الأفضل، أو في الفرن أفضل. لا تستعملوا كثير من المرق الدسم أو كثير من الشحم، هذا يكون مضر للصحة. كذلك حينما يأتي وقت الفطور من الأفضل أن تتجنبوا الأكلات الدسمة. نأتي الآن إلى وقت السحور. عند وقت السحور من الأفضل أن نأخذ المأكولات الخفيفة غير ثقيلة على الجسم، مثل ممكن أن تأخذ يوغورت، وممكن أن ترافقه بقطعة من الفطائر أو قطعة من الخبز، ممكن أن تأخذ بعض الثمرات، ممكن أن تأخذ بعض الشربات الخفيفة عند السحور، أو كأس من الحليب مثلا، أشياء تكون خفيفة على الجسد، حيث يستطيع الإنسان أن ينام مرتاح ولا يشعر بثقل في المعدة. أتمنى إن شاء الله أن أكون قد وفيت قليلا من النصائح والإرشادات، وأن تكون مفيدة لكم هذه النصائح والإرشادات في لاستقبال هذا الشهر العظيم، شهر رمضان. أقول لكم رمضان كريم والله أكرم، رمضان مبارك. نسأل الله عز وجل أن يدخلها علينا بالصحة والسعادة والهناء ورضاة الله، ونسأل الله أن لا يجعلنا من المحرومين، وأن يجعلنا ممن يستفيد من هذا الشهر، ويجعلنا ممن يعتق الله رقابهم في هذا الشهر الكريم، ويجعلنا ممن الله وعدهم بالمغفرة والتوبة والرحمة. آمين. الحمد لله والشكر لله، الحمد لله والشكر لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. دمتم في رعاية الله مشاهدي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.